وهذا الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني هو أداة لإقناع مزيد من الدول الإفريقية للانضمام ولاهتمام بالتكوين المهني بوصفه أداة الأساسية للتنمية في المستقبل. اليوم لا يمكن أن نغمض أعيننا عما يقع في العالم من حولنا، والدول الكبرى التي استطاعت أن توفر لشبابها لأبنائها وبناتها الشغل على أوسع نطاق كانت الأداة الأساسية هي التكوين المهني. ولذلك نرى اليوم الشباب في عدد من الدول الأوروبية اللي قومت بطالة واستطاعت تنجح يمكن 80% 70% 60% على الأقل يدخلون التكوين المهني، وليس الجامعات فقط، وحتى الجامعات فيها التكوين الممهنن. اليوم المغرب بدأ تجربة الإجازة الممهننة لكن لا تزال محدودة ويجب أن تتوسع. الهدف هو أن يخرج الطالب وأن يحصل على الشهادة أو على الدبلوم الذي يحصل عليه وعنده القدرة على أن يلج سوق العمل مباشرة، ليس فقط يتلقى التكوين النظري ولكن بالأساس التكوين العملي، وهذا يتم عادة عن طريق تدريب مباشرة في المقاولة. ومن هنا فاستراتيجية التكوين المهني تنبني على الشراكة بين القطاع العام ومؤسسة التكوين والقطاع الخاص. هذه الشراكة الثلاثية التي توجه التكوين المهني في اتجاه المهن الجديدة، المهن المستقبلية، مهن الابتكار والإبداع أولا، ثانيا توجه التكوين للحاجات الحقيقية الواقعية للمهن المرتبطة بالتغيرات المناخية، المرتبطة بالطاقات المتجددة، المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، كلها مهن مطلوبة حالا ومستقبلا. ولكن هذه عناوين عامة، داخل كل عنوان هناك عشرات من المهن الدقيقة التي بعضها يختفي وبعضها يظهر داخل نفس المحاور. هذا سجن انجينيوري، هذا إبداع كامل لاكتشاف هذه المهن وللتعرف عليها. الله في خطاب العرش 20 غشت دعا الحكومة أن تعطي انطلاقة جديدة للتكوين المهني، واليوم الحمد لله الحكومة هي من كبة في إعادة النظر هذه استراتيجية التكوين المهني وإغنائها بتوجيهات السامية الملكية. هذا الإقلاع الجديد غادي يخص أولا إعادة النظر في التكوينات والنماذج البيداغوجية، ثانيا خلق مراكز من جيل جديد، مراكز مندمجة في واحد المحيط سوسيو اقتصادي وصناعي، وثالثا إعطاء الأهمية للمهن الواعدة وأيضا تثمين المهن الكلاسيكية وأيضا أخذ بعين الاعتبار الكفاءات المغربية في القطاع الغير المهيكل ومصاحبته حتى يتمكن من ولوجهم لقطاع المهيكل.